اهلا بيكم معانا نموذج جديد من نماذج متحدي الاعاقه. صديقتنا زي ما احنا شايفين بتورينا ازاي بتستخدم الطرف الصناعي، وكلنا عارفين اهميه الطرف الصناعي بالنسبه للمصاب ببتر، وده طبعا لانه بمثابه جزء تعويضي عن الاعاقه المصاب بها. وصديقتنا احيانا بتعتمد على الطرف الصناعي، وفي بعض الاحيان الاخرى بتعتمد على العكازات لتسهل لها عمليه الحركه والانتقال من مكان لمكان. وصديقتنا بالرغم من اصابتها بالبتر الا انها بتعيش وبتستمتع بحياتها وبتمارس مهامها اليوميه زيها زي الاصحاء. بنتمنى لها التوفيق والسعاده في كل اوقاتها.